آخر فقرات الحفل المدائح الولائية مع ضيف البحرين العزيز من المدينة المنورة المنشد أحمد المحيسني، شاكرين له تجشمه عناء الحضور لمشاركتنا فرحتنا بالمولد المبارك، فاستقبلوه بأحر الصلوات على محمد وآل محمد. السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة الله وبركاته، وكل عام ونحن وإياكم بخير وعافية وأمن وأمان ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. وهل تلد الزهراء إلا كوكبا وهل تلد الزهراء إلا كوكبا تدور على أفلاكها الأنجم الزهر وما الحسن الزاكي سوى فرع دوحة تدور على الآباد أوصانها الخضر. صلوات الله فالحاء حسن قد بدا في يوسف بل يوسف في حائه مفتون الحاء ثم السين ثم النون سر لها في المجتبى مكنون فالحاء حسن قد بدا في يوسف بل يوسف في حائه مفتون والسين والسين سادت في الجنان بسحرها فسناؤها قد جسدت السين والنون في التكوين نون المجتبى إن قال كن فالمستحيل يكون الله صلى الله عليه وسلم
هذا الزكي ومن أتى لبقيعه جعلت له فوق الصراط حصونه فعليه صلوا الله فعليه صلوا وارفعوا أصواتكم فصلاتكم سكن لكم ومعي شاد الطير فينا بصوت أغن شاد الطير فينا بصوت أغن فميلاد من ومن أجل من شد الطير فينا بصوت أغن لأجل الحسن لأجل الحسن شد الطير فينا بصوت أغن شاد الطير فينا بصوت الله شاد الطير فينا بصوت شاد الطير سمعني سمعني نرفع صوتك أغن شاد الطير فينا بصوت الله فميلاد من ومن أجل من فميلاد من ومن أجل من شد الطير فينا بصوت أغن لأجل الحسن لأجل الحسن شاد الطير فينا بصوت الله شاد الطير فينا بصوت وبدر أضاء فزان الزمان وفرع تباعد عنه الوسم وبدر أضاء فزان الزمان وفرع تباعد عنه الوسن فغنى اليمام على غصنه فمال من التيه ذاك الغصن لأجل الحسن لأجل الحسن شاد الطير فينا بصوت الله شاد الطير وباح الندى عن جمال الربا فأظهر من حسنه ما كمن فأظهر من حسنه ما كمن وسره لميلاده جده سرور النبي عظيم السنن سرور النبي عظيم السنن ف
فمن أجل من وميلاد من شد الطير فينا بصوت أغن لأجل الحسن لأجل الحسن شد الطير فينا بصوت الله شد الطير فنادى بطيبة من أسمعت نداه سفوح جبال اليمن لقد حل نور ببيت النبي كساه الجليل عظيم المنن وصوت الزمان له نغمة يرددها سرها والعلن يضيء كما كوكب في السماء فسماه رب العلا بالحسن فسماه رب العلا بالحسن فيا سائلا عن نجوم السماء تنير سرورا وشوقا لمن لأجل الحسن لأجل الحسن شاد الطير في نبي الله شاد الطير شاد الطير فينا بصوت أغن صلوات الأنشودة اللهم صل على محمد وآل محمد يا ابن النبي التهامي يا ابن النبي التهامي يا مجتبى يا إمامي المستهل بسيط وإن شاء الله كلكم حافظينه يعني يا ابن النبي التهامي يا ابن النبي التهامي يا مجتبى يا إمامي يا مجتبى يا إمامي سهل بسيط يا ابن النبي التهامي يا ابن النبي التهامي يا مجتبى يا إمامي يا مجتبى يا إمامي يا ابن النبي ابن النبي التهامي يا مجتبى يا إمامي يا مجتبى يا الله يا مجتبى يا إمامي يا مجتبى يا الله يا ابن النبي التهامي يا مجتبى يا الله يا ابن النبي التهامي يا مجتبى يا العطر في الكون فحام والنور شعى ولاحا العطر في الكون فحام والنور شعى ولاحا والطير يهدي الصباح أنغامه في
هو يا أمين يا مجتبى يا إيه يا مجتبى يا إمام يا ابن النبي يا ابن النبي يا توها إيه يا مجتبى يا الله يا ابن النبي يا توها إيه يا مجتبى يا الله فجر جديد أطلى فجر جديد أطلى بدر منير أهلا والكل يدعوه أهلا يا فجر دنيا السلام يا مجتبى يا الله يا ابن النبي يا توها يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا توها يا مجتبى يا في النصف من رمضان أنت إمام الأمان أنت إمام الأمان أنت إمام الأمان شبل الوصيل همامي يا مجتبى يا إمام إيه يا ابن النبي يا توها إيه يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا توها يا مجتبى مذ حل شاع سناه سناه غطى الظلام ضياه والكون لما رآه أحنى له باحترام مجتبى يا الله يا ابن النبي يا توها يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا مجتبى يا للشاعر الأستاذ أديب أبو المكارم والكل يهدي التحية للمرتضى والزكية والكل يهدي التحية للمرتضى والزكية بما حبوا من عطية من رب كل الأنام يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا توها يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا توها إيه يا مجتبى يا هن الرسول الوصية أبا
أبا الحسين التقي هن الرسول الوصي أبا الحسين التقي بمن أتاه نقيا المجتبى ذو المقام يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبيات يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبيات يا مجتبى يا هن الرسول الوصي أبا الحسين التقي بمن أتاه نقيا المجتبى ذو المقام يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبي يا مجتبى يا ابن النبي يا ابن النبيات المجتبى ضم الرضيع إليه مقبلا شفتيه ضم الرضيع بس تخيلوا كذا تخيلوا انه الرسول صلى الله عليه واله اوكي جاي الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وضمه الى صدره بس تخيلوا هذه الحاله هذه تكفي ضم الرضيع الله مقبلا شفتي صب الحنان عليه يدعو حبيبي مرامي يا مجتبى يا الله يا ابن النبيات يا مجتبى يا شفتيه صب الحنان عليه يدعو حبيبي مرامي يا مجتبى يا هذا الزكي إلي روحي ونفسي العلي يا هذا الزكي إلي روحي ونفسي العلي ريحانتي في البري يا ريحانتي في بريا أشمها بالدوام يا مجتبى يا هذا الزكي إلي روحي ونفسي العلي ريحانتي في البري يا أشمها بالدوام يا
مجتبى يا فأشهد الله أني أحب من حب ابني فأشهد الله أني أحب من حب ابني ومن أبى ليس مني ومن أبى ليس مني وشأنه شأن عامه يا مجتبى يا هذا الزكي إلي روحي ونفسي عليا ريحانتي في البرية أشمها بدوامي يا مجتبى يا يا مجتبى يا إمامي صلوات فيا إمام السلام ويا حبيب السلام إليك أهدي سلامي يا ابن الهدى عظامي يا مجتبى يا إمامي درب لكم قد سلكنا ونهجكم قد نهجنا وحبكم قد شربنا يبقى الولا كالوسام يا مجتبى يا فاشفع لنا يا إمامي يوم الجزاء كن أمامي فاشفع لنا يا إمامي يوم الجزاء كن أمامي عرفت بحرك طامي يا تاج كل الكرام يا مجتبى يا يا مجتبى يا يا إمامي صلوات حسن قد عم الوجود ضياءه والكون أشرق من عبير شذاه سناه شذاه حسن قد عم الوجود ضياءه والكون أشرق من عبير شذاه همت بذكراه أفاضل شيعة صلوا على خير
برية طه. صل الله على محمد، صلى الله عليه وآله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة: إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرائيل عليه السلام، فلا ترضعيه حتى أصير إليك. قالت: نعم. فلما قرب وضع البتول بسبط الرسول ونجل علي فحل الفحول، دخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وقال لها: يا فاطمة، طيبي نفسا وقري عينا، فطوبى لك بحملك بالزكي والسبط البهي، فإن جبرائيل عليه السلام قد هنأني به، وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة، كرامة لسبط رسول الله محمد صلى الله على صلى الله عليه وآله، صلى الله على صلى الله عليه. وأن الله تعالى سيظهره لك، وإنه أميني على ديني وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي، هو وأخوه ريحانتاي في الدنيا والآخرة. ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة: أحضرا ولادتها. فبينما هي عليها السلام جالسة لا تحس بوجع ولا ألم، وحولها نساء من أهل الجنة، والبيت يضيء نورا، وقد امتلأ البيت من روائح الطيب، وإذا بها قد وضعت بالإمام الحسن المجتبى صلي والسلام. أنشدت فأبدعت. نشكر المنشد أحمد المحيسني على ما أتحفنا به من مديح رسول الله صلى الله عليه وآله، ونتمنى له التوفيق والسداد.